حكومه جايه بها مواقف لا لا كشف المواقف خاف عبالكم الخيخات هسه الموجودين راح يجددون المكون السني خاصه راح يغير كثير من النماذج والوجوه اللي قبلت لمسها تكون ذيول واللي يجي مسحون كتوفكم يتغيرون هاي اللي طال الشعب نعم الشعب يقول يقول كلمته نريد رجال لو طبوا ويفاوضون على حق البلد وحقوق من انتخبوهم مم. ما يساومون لا يبيعني بمقاولة ولا يبيعني بمنصب ولا يستجبن وما يدافع عني مم. احنا نريد هاي الرجال مم. لان هذولا اصلح للبلد واصلح للشراكة طيب يجيك شريك ما يبيعك يعني انا يعني اليوم من يجي واحد واضح وياك مم. ويحكيها طق وياك هذا ما يبيعك هذا يوفي وياك ويدافع عنك اذا ضامك الضيم هذا ما يغدرك اذا اجت قوى خارجيه رادت تخرب البلد هذا يصير كتفه بكتفك يدافع عنك وعن البلد. م. مو هاي الرجال؟ طبعا وين هاي الرجال هسه م. اذا هم على كرسي لرئاسه برلمان ناس تغدر بناس وناس تبيع ناس. م. موقف موحد ما قدرنا نطلع من كل الجو العراقي. م. احنا نحتاج هاي الرجال للمرحله القادمه والنهايه اللي راح يجيبها الشارع والشعب العراقي.